أكدت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ترفض الشرط الإسرائيلي المتعلق بوضع آلية لتفتيش سكان قطاع غزة العائدين إلى مناطقهم في شمال القطاع في حال إبرام الصفقة. وأضافت أن وزير الجيش جالانت أكد أن الانسحاب من محور فيلادلفيا ممكن لفترة محدودة مدتها 6 أسابيع، وأشارت إلى أن واشنطن أبلغت جميع الأطراف أن الاقتراح المعدل الذي تم تقديمه في الدوحة يهدف إلى سد الفجوات في شروط الصفقة، وأكدت واشنطن أنه لن يكون هناك المزيد من المحادثات، محذرة من أنه إذا لم يتم وقف إطلاق النار سيتدهور الوضع إلى حرب إقليمية. من تل أبيب أريج حكروش مراسلة الغد. أريج، يعني بهذا الحسم ولو على يعني سبيل التصريحات، جاءت التصريحات الأمريكية بأنها هي الفرصة الأخيرة وصفة هذه المحادثات، كيف هي ردود الأفعال في تل أبيب؟ هل من عراقيل جديدة؟ نعم، يعني اليوم نتنياهو، الجميع يعلم أن نتنياهو الآن ما بين مقصلتين، المقصلة الأولى التي هي وزراؤه في الائتلاف الذين يهددون حتى هذه اللحظة، ما زالت التهديدات جارية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم إبرام هذه الصفقة، حيث قالوا بأن هذه الصفقة التي تم التفاوض عليها والتنازلات التي يمكن لإسرائيل أن تقدمها هي سيئة وفاشلة للغاية، وهذا ما قاله بن غفير. لذلك الكثير من مقربين نتنياهو أو مسؤولين من مقربين نتنياهو ذهبوا لبن غفير ليتفحصوا ذلك الشيء ولجس النبض للصهيونية الدينية إذا ما كانت تريد أن تفعل شيئا إذا ما أبرمت هذه الصفقة. وأمريكا في هذه الحالة هي تعي هذه المشكلة أو المعضلة التي يقع نتنياهو فيها، لذلك هي تريد أن تزجه في الزاوية لإبرام هذه الصفقة. نعود ونقول أن أمريكا تريد الآن إبرام الصفقة، هي يعني تعزز جهودها وتضغط كثيرا على نتنياهو لإبرام أي صفقة. أيضا بما يتعلق بهذا الشيء، يعني المستوى العسكري، جالانت الذي قال سابقا بأن نتنياهو أو إسرائيل، ويقصد هنا نتنياهو، هو من يعرقل الصفقة، هذا في اجتماع الكابينت قبيل أسبوع قال هذا الكلام، وهذا اعتراف يعني إقرار منه بأن نتنياهو هو من يعرقل. قال له أنه هناك 4 نقاط خطوط حمراء أنت تتعنت بشأن هؤلاء، هذه النقاط عفوا، لذلك واحدة من هذه النقاط هو الوجود الإسرائيلي في معبر أو في محور فيلادلفيا. لذلك قال له إذا كانت هذه هي المشكلة يمكن أن نخرج من محور فيلادلفيا لمدة 6 أسابيع، ومن بعدها يمكن أن نعود لمحور فيلادلفيا إذا كانت هذه المشكلة فعلا، وإذا كان هذا الأمر يمكن أن يسكت الصهيونية الدينية والائتلاف ويمكن أن يخرجك من هذه المعضلة. أيضا يعني الولايات المتحدة من ضمن الضغوطات الجارية بشأن هذا الموضوع، يعني تقول بأن هذه الفرصة الأخيرة، وهي قالتها ما قبل المفاوضات، قالت هذه الفرصة الأخيرة، إما إبرام صفقة وإما الذهاب إلى حرب إقليمية وتدهور الأوضاع إلى ما هو أسوأ بنظرها، وهي غير معنية بهذا الشيء. أيضا المستوى العسكري الإسرائيلي، يعني هذا الاختلاف ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري يعني ينحصر في هذه النقطة، حيث أن المستوى العسكري لا يريد الآن حرب إقليمية حتى على المستوى الجبهة الشمالية، حتى لو كان هناك تصريحات تقول بأنه المستوى العسكري يعني والأجهزة الأمنية مستعدة للهجوم وليس فقط للدفاع وكل ما إلى ذلك، ولكن رأينا جالانت أيضا في ذات الجلسة يقول بأنه اقترح أن تتم هجوم خلال أول الحرب، هجمة استباقية على لبنان خلال أول الحرب، والكابينت لم يقر بهذا الشيء. والآن إذا ما تم هذا الأمر يمكن أن تخسر إسرائيل على كل المستويات الأمنية والعسكرية وأيضا السياسية، لذلك هو لا يحبذ الآن أن تتم هذه الهجمة وأن تفتح الجبهة مع لبنان، وأيضا أن تتدهور الأوضاع إلى
الحرب الإقليمية. هذا بما يتعلق بالمستوى العسكري. أيضا يعني هناك العديد من التيارات السياسية اليوم، يعني رأينا كلمة غانتس، بيني غانتس بالأمس، أيضا يعني لبيد الذي زعيم المعارضة الذي طالما ما حث نتنياهو إلى إبرام صفقة في الجولات السابقة، أيضا في 31 من مايو الماضي. يعني أصابع الاتهام تتجه الآن نحو نتنياهو. نتنياهو لديه اعتبارات شخصية، أيضا مصالح شخصية، وهناك أيضا الائتلاف الذي يعني لا يريد الآن، التي هي الصهيونية الدينية لا تريد الآن إبرام أي صفقة. هم يريدون المزيد من الاستيطان، هم يريدون المزيد من السيطرة، هم يريدونها الآن، هم يرونها الآن فرصة أمامهم لتحقيق هذا المشروع الذي لطالما ما حلموا به في زيادة الاستيطان وزيادة السيطرة وكل ما إلى ذلك. لذلك هم لن يستغنوا عن هذا الأمر الآن، ولن يضيعوا هذه الفرصة الآن، وهذه معضلة نتنياهو. ولكن يعني اليوم السبت سينطلق بلينكين من أمريكا حتى لإسرائيل، سوف يصل غدا لإسرائيل للقاء العديد من الشخصيات ومن ضمنهم أيضا نتنياهو، وهذه بإطار المساعي الأمريكية لإبرام صفقة الآن. أيضا يعني بما يتعلق بهذا الأمر، يعني هو لا يريد أن يلتقي فقط نتنياهو، يريد أن يلتقي العديد من الشخصيات الأمنية، لأنه يعي أو أمريكا تعي أن الشخصيات الأمنية وأيضا المستوى العسكري هم من حثوا نتنياهو أو يحثون نتنياهو لإبرام الصفقة. لذلك هم يريدون أن يعني يحشدوا الجهود لإبرام هذه الصفقة قبيل استئناف المحادثات يوم الأربعاء القادم. أريج حكروش مراسلة الغد من تل أبيب، شكرا لك.